9 أخوات منهم 6 انتهت حياتهم، والثلاثة التانيين والأب والأم راحوا على العناية المركزة، ويا عالم بيهم. اللي حصل في السعودية خلال الساعات اللي فاتت مرعب وخطير، وربنا يستر على الأب وينجيهم من اللي هم فيه. إيه اللي حصل في السعودية وخلص على 6 إخوات مرة واحدة؟ وإزاي الأخت الصغيرة اللي عندها 4 سنين هي اللي نجت؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. خلال الساعات اللي فاتت في أسرة سعودية كاملة شافت أخرتها قدام عينيها. 6 منهم انتهت حياتهم بالفعل، وثلاثة تانيين ومعهم الأب والأم راحوا على العناية المركزة، ومصيرهم لسه مجهول. ربنا يستر عليهم وينجيهم منها بالسلامة، ويخليهم لبنتهم الصغيرة اللي عندها 4 سنين والوحيدة اللي نجت من اللي حصل لهم بأقل خسائر. مين هي الأسرة دي اللي حصل لها كده؟ وازاي راحوا كده فجأة وبدون أي مقدمات؟ الله يرحم الستة اللي راحوا من عيلة الغندي بالسعودية، يعني سعوديين مش مصريين، بس أغلب المصريين اللي يعرفوهم زعلوا عليهم جدا وعلى اللي حصل لهم، واللي حصل لهم حقيقي كان كارثة بكل المقاييس. الأسرة أغلبها روحهم طلعت والباقي منهم يعالم بيه، وكل ده بسبب حادث سير خطير بيربط بين محافظة الطائف السعودية ومنطقة الباحة. فنرجو من إخواتنا المصريين اللي هناك ياخدوا بالهم قوي من الطريق ده عشان ما يحصلش فيهم زي ما حصل للأسرة السعودية، واللي يعرف فيكم حد في السعودية يبلغه ويبعت له الفيديو ده عشان ياخد باله من الطريق. ربنا يسترها على أولادنا جميعا في الغربة. التفاصيل واللي حكاها بنفسه الموقع سبق السعودي الأستاذ محمد سالم الغمدي، وهو قريب الأسرة، وقال إن كل اللي حصل ده كان بسبب حادث السير مش حاجة تانية، يعني زي ما كان ممكن أي حد يخمن. وبيقول الراجل إن أهله اللي هم الأسرة المكونة من 15 فرد أغلبهم راحت حياتهم في الحادثة. 6 إخوات أكبرهم لسه ما كملش 17 سنة، وأصغر حد فيهم عنده 2.5 سنين، بخلاف إن الأم والأب وثلاث إخوات من التانيين راحوا على العناية المركزة في مستشفيات الملك فيصل التخصصي بالطائف، مستشفى الأمير سلطان برضو بالطائف. بالنسبة للي انتهت حياتهم رحمة الله عليهم، فدول تم الصلاة عليهم ودفنهم بعد صلاة العصر امبارح بمحافظة الطائف، وكان في عدد كبير من الناس وقت الصلاة عليهم. كل اللي كان يعرف وقادر على الحضور في صلاة الجنازة كان حاضر وموجود عشان يواسي باقي العيلة. اللي يهمنا بقى في الموضوع ده، وعشانه عملنا الفيديو ده، ان الطريق ده يقال ان بيحصل عليه حوادث سير كتير، فلو حد فيكم يعرف حد مصري موجود في السعودية ياريت يبعت له الفيديو ده او يشيره على صفحته عشان كل المصريين اللي في السعودية يعرفوا بالواقع والطريق ده وياخدوا بالهم منه ويكونوا حذرين قوي وهما ماشيين عليه. وربنا يسترها على اولادنا جميعا في الغربة. وفي النهاية طالبين منكم انكم تدعوا للي انتهت حياتهم من الاسرة بالرحمة والمغفرة، وكمان تدعوا للاب والام ان ربنا ينجيهم منها بالسلامة وعلى خير.